بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكل متابعي قناة تجرسات، وأهلا بيكم في فيديو جديد على القناة. أولا حابب أشكر كل الناس اللي سألت واطمنت عليا اليومين اللي فاتوا، كل التعليقات اللي وصلت، كل الناس على راسي من فوق، كل الشكر ليهم وعلى سؤالهم، وأتمنى يا رب الكل يكون بخير وبصحة وسعادة. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم عن القنوات الناقلة للدوري الأسباني، سواء القنوات المفتوحة أو قنوات الشيرنج. هنستعرض كل القنوات بالترددات بتاعتها من اول قمر الهزبسات لحد القمر الايراني. هنستعرض كل القنوات بالترددات الخاصه بيها، سواء قنوات مفتوحه او حتى قنوات الشيرنج. هنتعرف على كل قناه بالتردد بتاعها، بالقمر اللي موجود عليه، بقطر الطبق المناسب لاستقبال القناه على القمر ده، ولو القناه دي مشفره بتفتح بصرفر السيس كام ولا لا. كل ده هنوضحه واحنا بنستعرض القنوات مع بعض، فعلشان تعرف ازاي هتتابع الدوري الاسباني على اي قمر، ولو انت هتعمل تركيبه ايه افضل قمر انت تدمجه معاك او تحطه معاك في التركيبه بتاعتك عشان تقدر تتابع جميع مباريات الدوري الاسباني 2024 2025. فده هيكون فيديو النهارده، فالموضوع يهمك تابع معانا الفيديو للنهايه عشان تتعرف على كل القنوات والترددات بالتفصيل. وقبل ما نروح للفيديو بتاعنا، ما تنساش دعمنا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده على القناه، ويلا بينا نبدا نستعرض القنوات بتاعتنا مع بعض. كده نكون استعرضنا كل القنوات الخاصة بنقل الدوري الأسباني، سواء القنوات المفتوحة أو حتى القنوات اللي هتنقل من خلال الشيرنج على أقمار الشيرنج. فأنت كده عرفت كل القنوات، تقدر تحدد أنت هتتابع على أي قناة سواء مجانية أو حتى شيرنج، وأي قمر هتضيفه معاك لو أنت هتعمل تركيبة. أتمنى تكونوا استفدتم. استنونا إن شاء الله في الفيديو الجاي، هنتكلم عن القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي موسم 2024-2025. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.